السبب أنه لا تسقط أيها الإخوة ورقة ولا تنزل حبة مطر أيها الإخوة إلا حيث أراد الله ومتى أراد أن تنزل. نعرف هذا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا إله إلا هو. هذا يقين عند المسلم. من مات على غير هذا كما في حديث عبادة بن الصامت مات على غير الإيمان. انتبهوا، ليس أن تقول الله موجود، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. لا إله إلا هو في تقديره وفي حفظه وفي علمه وفي تدبيره وتصريفه الأمور. هذا إيمان أيها الإخوة نعيش به ونعيش منه ونستمد منه وتحلو الحياة به، تحلو المرائر به.